إذن الآن بخصوص هذا القسم بكل بساطة، فالتغيير سيكون أن لدينا هنا خلفية، هذه الخلفية ستكون هي عبارة عن صورة غلاف، لدينا هذا العنوان، ولدينا هنا أيضا لدينا أعمدة، فإذا لدينا عمود هنا بلون معين ولدينا عمود بلون ثاني، هنا لدينا خريطة علينا أن نقوم بإمبيد لها. وبالنسبة لهذا الفورم، فهذا الفورم حقيقة بووردبريس غير متاح بشكل افتراضي أو نيتف، فيجب أن يعني تثبتون إضافة لذلك، وكونتاكت 7 مفيدة لهذا الغرض. فإذا الآن بالنسبة لهذه الصفحة لدينا هذا هو جدول التيبل، فإذا بكل بساطة أنا سأقوم بإنشاء قسم أدنى، فإذا أد أكثر، ومرة أخرى سنقوم بالتجميع مرتين لهذا القسم، سنقوم من هنا أقوم بالتجميع، فإذا تجميع وتجميع، هذا سأسميه الكونتاكت وهي بلوك التواصل، بس أنت أكتب هنا كونتاكت، وهنا كتبت كونتاكت خطأ، ويمكن أن أكتب كونتاكت كونتاكت كونتينر، سأصحح كلمة الكونتاكت. هذا الكونتاكت ما هو لونه؟ هو فعليا صورة غلاف، فبالتالي يمكن أن أقوم بإنشاء هنا في داخل الكونتينر هنا أن أنتج صورة غلاف، أو الشيء الذي يمكن أن أقوم به هنا أدنى هذا، فإذا add after، يمكن أن أقوم بإنتاج غلاف cover يعني، فإذا غلاف ها هو. بالنسبة للصورة، فإذا فتح مكتبة الوسائط سأختار نفس الصورة التي قام الشخص باختيارها، إذا هذه الصورة. الآن لاحظوا أعزائي، هنا بالغلاف يوجد لدينا الكونتاكت هنا أو المحتوى، فيمكن أنا أن أضيف المحتوى هنا في داخله بهذا الشكل، فإذا المحتوى الذي أضفته أصبح هنا، هذه الفقرة يمكن أن أحذفها. جيد، فإذا هنا أصبح لدينا كونتاكت، يمكن أن أكتب هكذا، وهنا لدينا كونتاكت، وهنا بالداخل يمكن أن أقوم بإنتاج قبل الإنتاج الأعمدة يجب أن أقوم باختيار عنوان، وهذا العنوان التواصل معاً. طيب هذا يمكن أن أضعه بلون أبيض، أو ربما أن أضع كل شيء هنا باللون الأبيض، ما رأيكم؟ أضع كله باللون الأبيض بهذا الشكل. هذا أيضا يمكن أن أضع له نفس الثيم هيدينج، لكن هو في النهاية يجب أن يكون أبيض هنا، فبالتالي في هذه الحالة ما الشيء الذي أقوم به جددا؟ إذا هذا هو القالب، سأقوم بفتح functions، وفي مكان الذي أضغط فيه heading title، إذا أين هو الheading؟ هذا هو، سأقوم بنسخه بهذا الشكل نفسه، أنسخه، أضع هنا، وهنا سأسميه heading white، وهنا theme heading white، وبالتالي هنا heading سنضيف أيضا white، وبالنسبة للباك جراوند هذا ستكون هي عبارة عن white بهذا الشكل. الآن لو قمت أنا بالتحديث هنا أو بالحفظ حتى لا أخسر التغييرات، إذا قمت بالتحديث وهنا تواصل معنا هذا، جيد، أنا أريد theme heading white الثانية، فيفترض هذا أن تظهر بالوايت، فإذا لنرى إذا ظهرت هنا، إذا لم تظهر فنتأكد نرى ما هو الخطأ. نعم ها هي، فإذا التواصل معنا ظهرت هاي، جيد جدا. نلاحظ أن هذا معتمة قليلا، فيمكن أن نقوم بتعتيمها هذا الغلاف، فإذا قمت أنا بتحديد الغلاف ككل، جيد، يمكن أن أقوم بتعتيمه من خلال هنا أعتقد، فإذا الغشاء هذا هو، يمكن أن نختار لونه ويمكن أن نزيد العتامة بهذا الشكل، جيد، لكن العتامة ستكون أسود أو هذا لونه أفضل، جيد، هكذا أفضل. فنفس الشيء تقريبا يعني تقريبا ب جيد هكذا، يعني لا مشكلة أنتم يعني تقوم بوضع حسب التصميم. فإذا انتهينا نحن فعليا من هذا القسم، فقم بإضافة التواصل
إذن أين هو التواصل؟ ها هو التواصل معنا. الآن بقي موضوع هذا، جيد، هنا المسافة تذكرون ما هي 50 بكسل، فيمكن الآن بعد التواصل الآن أقوم بإنشاء مجموعة، فإذن add after، وهذا ستكون عبارة عن مجموعة. هذه المجموعة سأسميها contact information مثلا، أو contact information. الآن هذه contact container أريد إضافة لها تباعد مكونات بمقدار 50 بكسل، جيد؟ وهنا المجموعة هكذا، بداخل المجموعة أريد إضافة أعمدة، فعليا أريد إضافة عمودين 50 بـ50. بالعمود الأول فعليا سيكون هنا، فهذا العمود يجب يوجد فيه عنوان هنا، لدينا هنا قائمة السوشيال، ولدينا هنا قائمة لدينا هنا إمبيد للخريطة، فأعتقد عندما نصل إليها نقوم بها. فإذن الآن لدينا هذا العنوان، سنكتب العنوان كما هو، وبالتالي هنا بداخل الـ سنكتب عنوان، هذا العنوان سيكون H3، وهنا H3 سنكتب اسمي هنا، اسمي هنا، ممكن أن أكتب اسمي أنا، وبعده لدينا قائمة، وبالتالي هنا هذه القائمة يمكن أن نضيف قائمة، على فكرة يمكن أن نضيف قائمة أو يمكن أن نضيف فقرات، يعني مجموعة من فقرات يمكن أن نقوم بذلك. فبكل بساطة ماذا أفعل أنا؟ أقوم ب add after مجموعة، أم هل نضيف فقرات أم ماذا؟ ربما نضيف مجموعة، جيد، بهذا الشكل. وهذه المجموعة سأسميها contact detail، وبداخلها أيضا سأقوم بإنشاء مجموعة، جيد، هذه المجموعة سأسميها contact information بهذا الشكل. الآن ستعرفون لماذا أنا أقوم بهذا الموضوع. فبداية بداخل هذا سأقوم بإضافة فقرة التي فيها ماذا، الرقم الهاتف مثلا، أي رقم هاتف يمكن أن نكتبه، فإذا هنا سأكتب هذا رقم الهاتف. بالنسبة لي هذه الكونتاكت انفورميشن سأقوم بتكرارها، وهنا سأقوم بإضافة مثلا البريد الإلكتروني، صحيح، البريد الإلكتروني وثم الموقع. إذا البريد الإلكتروني سأكتب إيميلي الذي يمكنك أن تراسلني عليه أيضا أنت، فإذن learnwithnow.com.net.net هذا هو البريد. وأيضا هذه content information يمكن أن أقوم أنا بتكرارها، وهنا سأضيف المكان، فإذن الوطن العربي سنكتب الوطن العربي. أيضا يوجد فيه الماء، فإذن add after سنضيف مجموعة وسنسميها map group. لاحظوا هذه هي الخريطة، إذا قمت أنا ب لماذا لا أقوم ب inspect element، فإذن هذه هي الخريطة، أعتقد لا، هذه هي الخريطة، ها هي الخريطة، والخريطة هي عبارة عن iframe. يمكن أخذه نفسه، جيد، وأضعه أيضا في الموقع. فإذا قمت أنا بـ Edit as HTML بهذا الشكل وقمت بالنسخ، جيد، دعني أفتح ملف حتى أريكم هكذا، وقمت بالنسخ، هذا اسمه iframe. طبعا iframe ماذا هو، ماذا يعني iframe؟ يعني أن هنالك رابط معين أنت تريد أن يتم وضعه في الموقع الخاص بك، فيمكن أنت أن تنسخ هذا iframe كما هو، جيد، وتضعه في هنا. فإذن هنا سنقوم بإضافة HTML مخصص، تضعه بهذا الشكل وتكتب هذا HTML كما هو، وحفظ. طبعا هذا الآيفريم بالنسبة إذا أردت وضع خريطة موقعك، يعني مكان سكنك أو عملك، فهذه الخريطة أعزائي، طبعا هنا لم يتم وضع الخريطة، لماذا؟ لنرى، نعم ها هي تم وضعها، إذن ها هي الخريطة كما هي. فعليك أن تأخذ عنوان الخريطة من الجوجل، إذن هو جلب مكان سكنه من الجوجل، جيد، هذا أو في أمريكا، هذا أنت تجلبه أيضا من الجوجل. أنا نسخته لأنني لا أريد أن أجلب مكان، يعني لا أريد أن أجلب أي خريطة من الجوجل. طيب، والآن إذا ذهبنا لهذا الموقع، فإذن لنرى الفراغات التي بين الأمور، فإذا
قمت ب inspect element، الفراغات تكون إما margin أو padding، يعني هامش داخلي أو خارجي، فكلها 30 بكسل. فإذا بالتالي هنا بالعمود وأقوم بجعل تباعد المكونات 30 بكسل. بالنسبة للcontact group يمكن أن أجعل تباعد المكونات 15 بكسل أقل. فإذا الآن لنرى النتيجة. فإذا هذا هي اسمي هنا وهذا رقم هاتفي والوطن العربي. طيب تلاحظون أن هنا يوجد أيقونات، أيقونات هنا. ربما تسأل كيف يمكن أن نجلب الأيقونات. موضوع الأيقونات فعليا موضوع قد يكون شائك، لأنه يحتاج إضافة، فعليا يحتاج منك إضافة، يمكنك تطبيقه بدون إضافة إذا أضفت كود إضافي للموقع. هنالك عدة طرق لإضافة هذه الأيقونات. بالنسبة لي فأنا فعليا قمت بتطوير إضافة الأيقونات وأستخدمها الآن، وأيضا هي متاحة لك للاستخدام إذا أردت أن تستخدمها. فإذا لأرى إذا موجودة هنا سأخبرك أيضا برابط هذه الإضافة، وإن شاء الله إذا تم الموافقة عليها من ووردبريس ستتم نشرها بمستودع ووردبريس. فإذا هي أين هي؟ فإذا ها هي موجودة. فإذا هذه هي الإضافة اسمها LWN Icons. فهذه الإضافة دعوني أقوم بفتح الجيت هاب حتى أريكم إياها. فإذا هذا مستودع الجيت هاب الخاص بي، ستجدونها أول شيء. إذا لم تجدونها هنا تفتحون المستودعات ستجدون هذه الإضافة. هذه الإضافة هدفها هو أن نجلب الأيقونات من الجوجل أو Material Icons واستخدامها في ووردبريس. طبعا أنا قمت بإضافة هذا الكود أضفته هنا، أنت يمكنك أيضا النظر إليه والعمل عليه. أيضا يمكنك استخدام هذه الإضافة بكل بساطة إذا أردت أن تستخدمها، فما عليك إلا سوى أن تقوم بداونلود للكود بهذا الشكل. فإذا داونلود الكود من هنا. فإذا ها هي الملف الذي قمت بتنزيله، سأقوم بفك ضغطه. فإذا هذه هي الإضافة. فأنت ما عليك سوى أن تقوم بالقيام بكمبرس لهذا الفايل مثلا بهذا الشكل LWN Icons، وتأخذ هذا الملف وترفعه للإضافة، ترفعه لموقعك من خلال إضافات Add New Plugin أو إضافة مقالة، إضافة إضافة ورفع إضافة، وترفع هذا الملف. هذا هو فقط. يمكنك أيضا أعتقد أن ترفع نفس هذا الملف، إذا لم ينفع فقم بالشيء الثاني أنك تقوم بكمبرس. على أي حال هذه الخطوة ليست خطوة إجبارية، يعني ليس مجبور أنت أن تستخدم هذه الإضافة، ولكن أنا أخبرك طريقة لإضافة الأيقونات مثلا باستخدام إضافة أنا قم بتصميمها. يوجد أشخاص، يعني يوجد مطورين قاموا بتصميم إضافات أخرى، يمكنك أيضا النظر بأكوادهم وتحميل إضافاتهم. ومجرد أن يتم نشر الإضافة إن شاء الله ستجدونها بالمستودع ويمكنكم تحميلها واستخدامها بسرعة. الآن بخصوص هذا الموضوع، فهذه الإضافة مثبتة لدي، فالآن سنستخدمها. فإذا هنا لاحظوا بالcontact details والcontact information. قبل هذا سأقوم بadd after هنا، سأقوم بإضافة، أنا كتبت add after and before، ربما add before، لا مشكلة add after. فإذا LWN icons هذه هي، وهنا يمكن أن نختار أيقونة. فأنا فعليا أريد أيقونة الهاتف، ربما أبحث فون أو أي شيء متعلق. فإذا هذه هي أيقونات كثيرة، مثلا أيقونة الهاتف ها هي، أختارها وأقوم بتم. جيد. فإذا هذه هي الأيقونة للهاتف، فأنا أريد رفعها للأعلى. أيضا أريد أن تكون بجانب بعضها البعض، فبالتالي بالcontact information هنا سأقوم بجعلها كصة بهذا الشكل. وبالنسبة لي بالنسبة لتباعد المكونات سأجعلها 4 بكسل. جيد. أو 8 إذا كانت أفضل، يعني 8. جيد. الآن نفس القصة بالنسبة للcontact information الأخرى، أريد إضافة، أريد أيقونة الإيميل. فهنا سأكتب add before أو أنقر، يعني أنا أقول أكتب يعني أنقر. هنا سنستخدم أيضا LWN icons وسنختار الأيقونة. نحن نريد أيقونة ميل
هي يوجد كثير من الأيقونات، مثلاً هذا جيد وتن، وبنفس القصة هذه كلها أقوم بتحديدها هكذا، وأختار تباعد المكونات يكون 8 بكسل. الآن للموضوع الثاني هنا الوطن العربي، فإذا هنا add before نفس القصة icons، ها هي اختر أيقونة، سنختار أيقونة map أو شيء مماثل، فإذا هنا لدينا map لاحظوا أو mark مثلا، يعني حسب الاسم الأيقونة، فالبحث هو سيكون حسب اسم الأيقونة. لاحظوا هذه هي ما اسم هذه الأيقونة، فربما من النهاية أكتب هكذا تام تام جيد، ها هي. وهنا أختار content information مرة أخرى، أجعلها صف، وهنا تباعد المكونات 8. لاحظوا أعزائي أن يمكن للأيقونة أن تقوم بتغيير لونها وشكلها حجمها، الحجم الافتراضي أعتقد 32 بكسل، لكن يمكن أن تجعلوها أكبر. لاحظوا فنحن سنضعها 32 بكسل، وأيضا يمكن أن تغير اللون من هنا جيد. فإذا هذا فقط، فإذا الآن لو قمت أنا بالحفظ وحدثت مجددا، لاحظوا ها هي رائع. الآن بالنسبة له هذا القسم كله لونه أصفر، وأيضا هنالك بادنج، لنرى البادنج حتى أضيفه مباشرة. هنالك بادنج فوق 50 بكسل فقط، فدعوني أقوم بإضافة هنا بالنسبة للعمود هذا جيد. سأقوم بإضافة الكلر أصفر. بالنسبة للهوامش الداخلية سأضيف 50 بكسل فوق تحت، لا 50 بكسل فوق. هنا يمكن أن أحدد أن بالأعلى أريدها 50 بكسل، لكن بالأدنى بالأسفل أريدها مثلا 20. وبالنسبة للهوامش يمين يسار من هنا، فإذا يمين ربما أجعلها مثلا 20 بكسل بهذا الشكل، وأيضا يسار 20 بكسل. ممتاز، بهذا الشكل أصبح جيد جدا. وإذا عدنا للموقع هذا هو الشكل. طبعا هنا بالنسبة لهذا أيضا يوجد بادنج، فبالتالي يمكن أن نضيف هذا البادنج بالأعلى هنا، فدعونا نضيف الأعلى وأسفل هنا بالنسبة لهذا 50 بكسل بهذا الشكل. عفوا، بالنسبة للكونتاكت هنا نضيف بالنسبة للأعلى والأسفل 50 بكسل، وحفظ وحفظ وهكذا جيد. فإذا هكذا ممتاز، نفس الشيء الموجود هنا. والآن للكونتاكت جيد، الكونتاكت فبالعمود الثاني، إذا هذا هو العمود الأول، بالعمود الثاني سأضيف عنوان، وهذا العنوان اسمه اتصل بي مثلا، أي شيء اتصل بي. والعمود ككل سأجعل لونه لون الخلفية أسود، وبالنسبة للأعمدة الفرق بينها يجب أن يكون هنالك جاب، وبالتالي الجاب هنا سيكون ربما 32 بكسل، وهنا 32 بكسل. بخصوص هذا العمود هذا قلنا 50 بكسل فوق والباقي 20، نفس الشيء سأطبق على هذا العمود، فبالتالي هنا 50 بكسل وأسفل 20 ويمين 20 ويسار 20. إذا هذا هو اتصل بي، لاحظوا بهذا الشكل. لاحظتم أن هذا ظهر بهذا الشكل، هنا لاحظوا كيف ظهرت بهذا الشكل، لأن أعتقد الويدث حدده 600 بكسل، فهنا نحن نريد أن بدلا من ويدث هنا نكتب 600 بكسل. لاحظوا أين هو هنا الويدث، هنا 600 بكسل، فإذا حاولوا أن يكون الويدث 100% جيد وفقط هكذا. فإذا الآن لو قمنا بوضع مجددا لنرى إذا كان هذا الشيء سيطبقه ووردبريس، فتحديث لاحظوا الآن اختلف. طبعا هنا لاحظوا أن الهايت للآي فريم هي 450 بكسل، يمكن أن تجعلوها مثلا 200، إذا دعوني أقوم بتغييرها، إذا 200 بكسل وحفظ وحفظ
إذا هاي 200 بكسل، فإذا تحديث فإذا لاحظوا ستظهر بنفس الشكل الموجود هنا. الشيء الأخير الذي أردت أن أقوله بالنسبة لكونتاكت 7، إضافة كونتاكت 7، فإذا ذهبنا إلى الإضافات هنا و Add New Plugin، جيد، وهنا بحثنا عن إضافة كونتاكت Form 7، هاي بدنا Install و Activate أو تفعيل حسب يعني أنت ماذا لديك. فها هو، فإذا ذهبت إلى Settings الخاصة بالكونتاكت 7، فإذا سيظهرك Form الأول، ها هو Form، لاحظوا. وإذا قمت بإيديت لهذا، هذا الشورت كود جدا مهم، يعني الكود القصير، يمكنك هنا التعديل على الأشياء التي تريد أن تضيفها للفورم الخاص بك. الآن كيف تضيف هذا في الموقع؟ فإذا بكل بساطة هنا بإتصل بي، فإذا بعد إتصل بي، فإذا Add After، بعدها هنا تختار كود مختصر، فإذا شورت كود أو كود قصير، كود قصير عفوا، تختاره وتقوم بوضع الأشياء التي وضعها بكونتاكت 7 وحفظ وحفظ. الآن لاحظوا، الآن ها هو البريد، ها هو. طبعا إذا أردت أن أقوم بستايلينج لهذه الأشياء الموجودة هنا، ستايلينج يعني إضافة ستايل، بكل بساطة هنا بالليب هنا في ال كونتاكت 7 هنا، يمكن هذا الكلاس مثلا، هذا الليبل أن أضيف له كلاس هكذا، أكتب كلاس مثلا my LWN مثلا هكذا. فإذا قمت أنا بالحفظ فهذا your name، طبعا يمكنك أيضا ترجمة للغة العربية، هذا your name يفترض أن يأخذ الكلاس، فها هو الكلاس، فإذا أخذه. فإذا الآن أصبح لديك الكلاس، فأنت يمكن أن تقوم بستايلينج كما تريد بإضافته على ستايل شيت أو شيء كهذا. هذا إذا كان هذا الشيء صعب، رجاء منك أن تتجاهله، هناك كثير من المعلومات وأنا أفضل أن أعطي الكثير من المعلومات وأنت تفهم ما تحتاج. إذا وجدت صعوبة فهم شيء لا مشكلة، هذا يعني أنك لست جاهز، مع الوقت ستعرف كل هذه الأمور وستفهمها. فإذا الآن انتهينا من هذا القسم، بكل بساطة يمكن أن نضيف له نمط معين، فبكل بساطة هنا سأقوم بنسخ هذا، جيد، وأذهب إلى الأنماط وأقوم بنسخ نوعين أي واحدة من الأنماط، والآن سأنشئ نمط اسمه contact وسأقوم بفتحه أيضا وسأقوم بحذف هذا وألصق الكود الذي نسخته. بخصوص الصورة، فإذا لابد أن تحذف الصورة، فإذا هنا سنحذف URL والID، وأيضا هنا بالصورة بالإيمج فإحذفها كلها أو إحذف كل شيء فيها بهذا الشكل، أو إحذفها، إحذف الإيمج كلها ثواني. فإذا ها هو صحيح، لا يوجد به أي مشاكل، فإذا ممتاز. فإذا الآن سأذهب إلى الفرونت بيج بالتمبلت فرونت بيج وأقوم بإضافة هذا هذا الموضوع. فإذا هنا سأضيف ماذا اسمه؟ كونتاكت. فإذا انتهينا منه.